بمناسبة اليوم الوطني للمسرح وتحت شعار فرجة تكوين استمرارية، تنظم جمعية مسرح الأفق خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 11 من شهر ماي 2024 الدورة الثانية لرابع المسرح بيتر ودنت، ويتضمن برنامج التظاهرة تكريم نجوم المسرح المغربي الفنانة نزهة الرجراجي والفنان عبد الرحيم المنياري، لقاءات الماستر كلاس مع المبدعين مريم الزعيمي وفريد الرجراجي، ورشات تكوينية مع عبد الله شاكيري وجواد العالمي، عروضا مسرحية احترافية، أنشطة موجهة للطفل، ندوة الذكاء الصناعي والمسرح، ندوة التيارات المسرحية بالمغرب، معرض الإصدارات المسرحية، والمسابقة الإقليمية للمسرح المدرسي. الدورة الثانية لرابع المسرح بيتر ودنت تنظم بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي لتر ودنت، وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجلس جهة سوس ماسة وتعاونية كوباك، وبتعاون مع المجلس الإقليمي لتر ودنت والكلية متعددة التخصصات بيتر ودنت.